ورجعنا مرة تانية مشاهدينا، لسه مكملين مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد. والنهاردة يوم سعيد الحقيقة جدا، وبنهني كل المصريين المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وهنحتفل كده على صغير مع بعض في نهارك سعيد النهاردة مع فرقة تسبيح، لأنه العيد الميلاد المجيد هي أهم المظاهر الاحتفال به هو الترانيم، الترانيم القبطية. النهارده هنتكلم عن حاجات كتير جدا، وهقدم لكم الفرقة اللي موجودة معانا النهارده اللي بيقودها المهندس بولس بشري. صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبين، ميرسي قوي قوي. كمان معانا الجيتاريست اللي هو من ضمن الفرقة، مينا بشير. صباح الخير يا مينا، كل سنة طيب. والمرنمة مارتينا. صباح الخير مارتينا، سمعت صوتك طبعا قبل الهواء على طول، شيء رائع جدا حقيقي. شكرا كتير. كل سنة وانتي طيب. انتي طيب. في الأول مارتينا، هو انت بدأتي امتى اصلا الترانيم، وقررتي ان انت تستمري في الترانيم وتغني على طول الترانيم؟ وانا صغيره انا ما كنتش اعرف انه في اصلا صوت او حاجه كده، يعني من فتره كده كنت، يعني مثلا من 3 4 سنين ابتديت ارنم. كان في كنيستي عادي في الكنيسه بتاعتي. من سنتين بالظبط دخلت البريس تيم، وقررت بقى انه هي دي الخدمه ودي الحاجة اللي أنا اخترتها أن أنا أكون بقدمها للإلهي يعني. حلو جدا. مهندس بولس، أنا عايز أعرف الفرقة دي إمتى ابتدت؟ يعني كانت بداية التعارف، وكانت بداية أن أنتوا تعملوا الفرقة دي كان من إمتى تقريبا؟ هو إحنا السنة دي بنحتفل بالسنة الـ30، لأن ابتدينا 1982، من زمن شوية. لا من زمان بصراحة يعني. طب أنا عايز أسمع حاجة بصراحة، نفسي أسمع ترنيمة، أو يعني النهاردة تقدموا لنا حاجة. شوفوا أنتوا هتقدموا لنا إيه، مختارين حاجة معينة؟ فيليس نافيداد. مخصوص علشان
صوتك حلو حلو بجد جدا، عاجبني بجد، حلو قوي. انا عايز اعرف، هو الترانيم انتوا غنيتوا بالعربي بالانجلش دلوقتي والاسباني؟ والاسباني. وفي لغات تانية يعني مثلا بتدخلوا اللغه القبطيه في الترانيم ولا لا؟ اصل احنا كمان بنعمل سيديهات والبومات، فبندخل اللغه القبطيه في السيديهات، بس صراحه لغايه دلوقتي ما قدمناهاش في لايف، بس بنقدمها في سيديهات. بس الاغاني بتاعتكم او الاغاني اللي بترنموا بيها بيتم تاليفها ولا هي اصلا موجوده في التراث القبطي وانتوا بتغنوها طول الوقت؟ لو احنا واخدينها من التراث القبطي هيفضل زي ما هو، بناخدها بنفس النطق نفس كل حاجه. لكن لو الاغلبيه لا طبعا بنالفها. بتالفوها. طب مارتينا، يعني المفروض اهم حاجه في المرنم بقى غير ان هو صوته يكون حلو، ايه هي؟ انا في حاجه اتعلمتها لما دخلت البريس تيم، انه الاداء حاجه مهمه جدا، ان انا اكون بادي اللي انا بقوله، وان انا اكون قادره اوصل الكلمه اللي انا بقولها، ان كان بقى بصوتي باحساسي باي حاجه، بس المهم توصل للمستمع. الشخصيه يعني. انا عايزه اسمع حاجه تاني، نفسي اسمع ترنيمه كمان تانيه. هتقدموا لنا ايه بقى؟ هنقول جينجل بيلز. برضو سونج معروفه قوي قوي في الكريسماس. طبعا جيتار حلو يا مينا قوي بجد. عايز اعرف بس سريعا، انا عارفه ان هو طبعا موضوع طويل جدا، بس لو قلت لي سريعا كده لمحه تاريخيه عن قصه الترانيم ممكن تقولي ايه؟ هو احنا كلنا عارفين انه لو عايزه توصلي معلومه بتوصليها باللحن او بالموسيقى، تمام؟ لانها زي ما بيقولوا وسيله حلوه انها توصل المعلومه. وبكده الناس ابتدت تفكر انها تقول الترانيم والمعتقدات والافكار والتسبيحات عن طريق موسيقى. بس انا بتكلم على كذا الف سنه.
طبعا. انا مش بتكلم على 100 سنه فاتت اكتشفوا الموضوع ده. فهي دي تاريخ الترانيم وهي ماشيه. فكان العباده دايما مرتبطه بالموسيقى. بالموسيقى على فكره دي في كل الاديان. يعني حتى اتقالت حاجه رتلوا القران ترتيلا. صحيح. يعني لازم يكون في موسيقى. صحيح. فده التاريخ ماسك كل الاديان مش ديانه واحده بس. انا برضو عايز اعرف هل ممكن مثلا مارتينا تغني سولو يعني من غير مزيكا خالص؟ يعني في امكانيه انها تعمل ده ولا لازم الترانيم تكون بالمزيكا والالات؟ لا هو بصي زمان قوي كان في حاجه اسمها اكابيلا اللي هي بدون موسيقى خالص. والناس ابتدت كده في فتره اللي هي 1300 1400 والامارات دي كان من غير خالص من غير اي الات. حتى انت تلاقي بنى الكاتدرائيات كان معمول عشان يرن الصوت فيعمل ريفيرب كانه في موسيقى مصاحبه من غير ما يكون فيه. بس شويه شويه بقى دلوقتي المودرن ميوزك الحديثه ابتدت بيانو جيتار بيس جيتار درامز بيركاشن ساكسوفون فلوت وكل الحاجات دي موجوده عندنا. انا كنت عايز اسالك انه يعني هل بس الجيتار والكيبورد هم الالات الاساسيه في الترانيم ولا في الات تانية برضو اساسيه لازم تكون موجوده؟ الاله الاساسيه هي اللي يعرفها صاحبها ويقدر يعمل اكومبانيمون يقدر يصاحب اللي بيتقال. لكن كل الالات مسموح بيها تقدروا عادي باي الات مش شرط بس الكيبورد ومش شرط الجيتار. لا احنا عندنا الفريق قصه يعني في درامز في بيركاشن في ساكسوفون في فلوت في بيانو في كيبورد في جيتار في الكتريك جيتار في بيس جيتار في ايه ده قانون عود اناني معظم الالات يعني. طبعا. مين انت انضميت امتى للفرقه وبدات امتى تعزف جيتار وتخش معاهم في اللايف والحاجات دي؟ يعني لا ارفعه فوق خالص من حوالي كده 6 شهور مثلا. 6 شهور بس. بس ما شاء الله يعني عزفك حلو جدا وبدات تنزل معاهم لايف في الحفلات بتاعتهم. تمام. عايز اسمعك يا مارتينا بقى وانت بتغني كده صوره حاجه صغيره وبعدين نرجع بقى بعدها على طول نسمع حاجه بالمزيكا بالالات. ولا تحبوا تعملوها احسن بالالات؟ ايه رايكم؟ انت هسيب الاختيار ليكم. انا عايز اقول لك حاجه يعني الساوند انجينير مراعيها قوي يعني مخليها واضحه قوي بالات من غير الات هي هتكون واضحه. صح صوتها حلو. شكرا. Holy infant, so tender and mild, Jesus, Lord of thy birth, Jesus, Lord of thy birth. طب انا بقى يعني طبعا حلوه جدا عايزه اسمع بقى حاجه جماعيه انتوا بقى ثلاثة مع بعض. حضرتك على الكيبورد ومين على الجيتار ومارتينا تغني. كل مكان جه يحرر كل انسان
دي اخر ترنيمه المفروض هنغنيها مع بعض مظبوط؟ لا هو في عشان فاضل دقيقه لو حابين تسمعوني ترنيمه اخيره في الدقيقه دي يعني سريعا كده اوكي لو حابين نتكلم يلا جوي تو ذا وورلد يلا في يلا سريعا كده Come, let us receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and earth shall see, and heaven and earth shall see, and heaven and heaven and earth shall see. As a word, Ya Musa, قلت أفرح الشعوب. بجد يعني احتفلت معاكم واحتفلت مع كل المصريين المسيحيين بالفقرة الصغيرة دي بس بجد استمتعت جدا معاكم واكيد المشاهدين كمان استمتعوا معانا بصوت مارتينا وبالترانيم الحلوة دي ميرسي وكل سنة طيبين وانتوا طيبين وان شاء الله النهاردة كده تستمتعوا وتعيشوا حياة جميلة وتعملوا كل اللي نفسكم فيه انا بشكرك جدا يا مينا على عزفك على الجيتار حلو قوي كان معانا مينا بشير كمان مارتينا صوتك حلو قوي بجد ان شاء الله نشوفك مرة تانية وكمان المهندس بولس انا بشكرك على وجودك معانا النهارده وكل سنه وانتم طيبين وانتم طيبين ميرسي قوي بشكر الفرقه الموجوده معانا النهارده اللي احتفلنا من خلالها كده مع اخواتنا المصريين المسيحيين في الفقره اللي جايه ان شاء الله هيكون فقره مختلفه جدا استنونا بعد الفاصل